والفضيلة قوية والشيخ بالكلمات ثائر. يا فارسا قد هز أعواد المنابر. بالبيت يسطر منبهرا أو بالبشائر. صوت الحقيقة في زمان الزور نادر. يا شيخنا هل مت حقا سيدي بل أنت حي في الضباب. تحفظ على بعض الأشخاص الذين توافرت قبلهم دلائل جدية على أنهم قد ارتكبوا أو شاركوا أو حبذوا أو تعمل ما شئت. الدعوة لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. الديان لا يموت. الديان لا يموت. من الواجد؟ من الماجد؟ من الرحمن؟ شيخ كفيف لا يملك سوى هذا الصوت. حرك به الساكن وأشعل الأحداث وألهب المشاعر. جاب العالم شرقا وغربا من فوق منبره. أسس مدرسة أعاد فيها المنبر إلى كل جوانب الحياة. فطرق أبواب السياسة وأزعج الحاكم والمشاهير. فعوقب وحوصر ومنع وسجن، لكن صوته ظل رغم كل المحن. أثار جدلا كبيرا واختلف عليه الكثيرون، لكنهم اتفقوا جميعا على أنه وبلا منازع فارس المنابر عبد الحميد كشك. عروشها تشكو لربها ظلم العباد، وليس الأمر أقتصر على ذلك، بل إن هذا المسجد بالذات يحارب حربا شعواء لا هوادة فيها، لا هوادة فيها. إن مجلات مصر وصحفها أعلنها عليكم بصراحة تعلن الحرب على هذا المسجد ولا تكف عن الحرب. واني سائلكم سؤالا، أإذا جاء الله بكم الى هذا المسجد، هل اكون انا اريد بذلك شعبية رخيصة كما كتبت احدى المجلات هذا الاسبوع؟ هل انا اقصد من اجتماعكم شعبية رخيصة؟ لماذا؟ هل سارشح نفسي لمجلس الشغب؟ لا والله، لا والله. هل سأكون في يوم من الأيام حاكما؟ لا، إنه اشترط في الحاكم أن يكون سليم الحواس، وأنا رجل فاقد البصر. فما هي الشعبية؟ ما هي الشعبية التي أريدها؟ ما هي الشعبية التي أسعى إليها؟ ما هي؟ ما هي؟ أإذا هاجمت الباطل وتكلمت عن الباطل توجه إلي الإنذارات ويوجه
تتوجه الي بالالحاح، وانا اقولها باعلى صوتي انني عندما اصعد المنبر لا اضع امامي الا الله رب العالمين. لا وعيد ولا تهديد، لا وعيد ولا تهديد، لا إعادة ولا إثبات. إنني وأنا الآن واقف لا أقف بين يدي حاكم ثالث، إنما أقف بين إله واحد قاهر، لا أخشى إلا الله. ولو كنت أريد شعبية لكنت اليوم، لو كنت أريد الوصول لكنت اليوم وزيرا، ولكني لا أريد وصارة ولا أريد زلفى لأي حاكم مهما كان قدره، لأنني لن أقبل أبدا أن أبيع آخرتي بدنيا غيري.